السلام عليكم متابعي قناة كلكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. بعد ما جبل بروح على معمل اللبن وما بيلاقي حد، وبيعرف أن نمر هو اللي بعت له الرسالة مش عصام، وطبعا هنا نمر بنصدم أنه جبل لسه عايش. وجبل هنا بيقرر يروح على بيت نمر، وبطلع جبل من المعمل وبروح على بيت نمر. وزوجة عصام بهذا الوقت بتكون وصلت على بيت نمر، لأنه هذا العنوان اللي انبعت إلها من جوال عصام. ولما بتوصل زوجة عصام على البيت، نمر بحاول الاعتداء عليها، لكن نمر هنا بيسمع صوت اطلاق نار، وبكون هذا الصوت من جبل ورجاله. ونمر هنا بينجح بالهرب من الباب الخلفي مع خليل، وجبل بيقتل الحرس وبيدخل على البيت وما بيلاقي نمر، ولكن بيلاقي المختار وبيلاقي عصام والشايب، والشايب بكون وضعه الصحي صعب. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو ودعمنا باشتراك في القناة. اشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم. Okay, I was flying solo, then I saw you, whoa. Girl, ever since I found you, I don't hear them other bitches cause they so-so. I'ma take you to an island, all I really need is timing. Mix a little tangerine with your love, got me feeling all warm.